وصيغة النهي عند أهل اللغة الفعل المضارع مع لا الناهية، هذه الصيغة الوحيدة. ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ثم ماذا قال؟ فإني أنهاكم عن ذلك. في الشرع صيغ النهي كما هو في اللغة العربية صيغة الفعل المضارع مع لا الناهية، لكن قد ينهى عن الشيء بغير هذه الصيغة. إذا قلنا صيغة واحدة للنهي فهذا على مصطلح اللغويين، لكن في الشرع هناك عدة مصطلحات، هناك عدة ألفاظ تنبئ عن نهي عن هذا الشيء. كما هنا، ماذا هنا؟ فإني أنهاكم عن ذلك، هذه صيغة نهي في الشرع. من صيغ النهي في الشرع أن يتوعد على الفعل بعقاب في الآخرة أو بحد في الدنيا. من صيغ النهي كلمة الوعيد كما في قوله تعالى ويل للمطففين. من صيغ النهي أن يعلق الشيء وينسب إلى الشيطان، في حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هذا من عمل الشيطان، وهنا قال فإني أنهاكم عن ذلك.